الرقاق الطري، الرقاق الطري بيبقى فيه سمنه ليه؟ عشان تحافظ ان هي تفضل طريه، غير الرقاق الناشف. الرقاق الناشف ما فيهوش سمنه خالص ولا اي حاجه، هو فيه دوبك هو رشه ملح رشه سكر وميه. طب الرقاق الطري فيه معلقه من السمنه، يعني او معلقتين من السمنه كمان، 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين من السمنه او معلقه كبيره مليانه هرميه كده زي ما انتم شايفين اهي، ورشه ملح ورشه سكر، حلو، ونعجن بميه. حلو الكلام، حلو الكلام. هنعجن دلوقتي العجينه بالسمنه. اهلا يا سناء، كل سنه وانتم طيبين. حاضر عينيا. الفته بالصلصه هنعملها في العيد، فته بالصلصه هنعمل لكم ايه ان شاء الله. العيد معانا السنه دي مختلف، العيد السنه دي مختلف. العيد السنه دي انا جايبه عاملين محافظات، يعني كل محافظه جايبين هي بتطبخ ايه، فان شاء الله هيبقى العيد معانا مختلف شويه السنه دي، مش زي كل سنه. لا، في محافظات، في كل محافظه بتطبخ ايه واحنا ناخد منها، كل واحد حسب امكانياته. تمام، تعالوا بقى للرقاق الطري. ادي 3 كوبايات من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه ملح ورشه سكر، الميه فين الميه فين اهي، ماشي. ونعجن عجينه متماسكه، ماشي. بس جوانتي عشان اعجن بايديا ان شاء الله، فرده واحده بس. كده ايه، لمينا العجينه بتاعت الرقاق الطري. خليكم معايا، اللي جوزها قال لها خلي بالك واتفرجي عشان تعملي، يلا اشتغلي. ماشي اهي، عايزين شويه دقيق تاني ناخد من نستلف. احنا كل ما تجيلنا وصفه نستلف من اللي قبليها، نستلف من الجديده. وبعدين ادي معلقه السمنه الكبيره اهي، او معلقتين مش كبار بس اهي، شايفين قد ايه حلوه برده محترمه. ونوع السمنه هيأثر قوي في نوع الرقاق. نعجن بقى وبعدين نكورها نفس الحكايه ونسيبها تستريح. لازم يتغطى ده، لازم في سمنه وكل حاجه بس لازم اغطيه. عايزينها مطويله، عايزينها برده حلوه طويله برده شويه السندوتشات، عايزينها مدوره بيضاويه، ايه رايكم نعملها ايه؟ هي حلوه في كل حاجه صراحه، بس برده رققي، برده رققي يعني حبة كتيرة كده. وناخد بقى الرقاق الطري، بس مهم قوي ان انت تنفضيه، عشان كده بقول لك الدنيا كلها تبقى، الدنيا كلها بتبقى دقيق. تمام، بس كده. طبعا عشان لازم ده يتغطى على طول، ده لازم يتغطى على طول.